بسم الله الرحمن الرحيم، يسعد أوقاتكم أساتذتنا وزملائنا الأعزاء. في هذه الأمسية سنتحدث عن uterine breast sutures in postpartum hemorrhage. إن هذا الموضوع بالنسبة للpostpartum hemorrhage والنزف بشكل عام يشكل حوالي ثلث أسباب الوفيات الوالدية، وثلثين حالات النزوف والوفاة الناجمة عن هذه النزوف تحدث في فترة ما بعد الولادة، وقد سجل حوالي 200,000 وفاة سنويا حول العالم بسبب البوستبارتوم هيموريج، وإن كل الحمول هي في خطورة لحدوث البي بي اتش حتى بدون وجود عوامل مؤهبة. بالنسبة للأنتينيتال ريسك فاكتورز فور بي بي اتش، مثل ما كاتكون بتعرفوا، هي عبارة عن البوليهيدرو أمنيون، المالتيبل بريكنانسي، الفايبرويدز، وفي المريضة إذا كان في سوابقة بي بي اتش أو في سوابقة حوادث لاحتباس للمشيمة، المرضى في سوابق القيصريات وخاصة القيصريات المتعددة أو أي جراحات على الرحم هن في خطورة لحدوث البي بي اتش، أو في حالات البلاسينتا بريفيا وخاصة البيركريتا والإنكريتا. السيدات اللي هن عديدات الولادة، المتقدمات بالعمر والبدينات، وأيضا السيدات الموضوعات على موقفات المخاض مثل النيفيدين والمغنيسيوم سلفيت، اضطرابات ارتفاع الضغط الشرياني بكافة أشكاله هي من العوامل المؤهبة، ووجود قصة سابقة لإصابة أو اضطرابات في العوامل التخثر وخاصة يعني مثل فون ويلبراند، أو إذا كانت السيدة موضوعة على علاجات مضادة للتخثر لأسباب مرضية سابقة وخاصة قلبية المنشأ. الأسباب أو عوامل الخطورة خلال الولادة هي إما حدوث وفاة للجنين داخل جوف الرحم، أو في حالات الإسقاط وخاصة الإسقاطات أو المتأخرة أو إسقاطات الـ second trimester، في حالات المخاض المحرض أيضا من العوامل المؤهبة، تطاول مدة المخاض، المخاض الطويل أو المخاض السريع أيضا من العوامل المؤهبة، طول فترة انبثاق جيب المياه أو rupture of membrane، في حال الاضطرار خلال الولادة لاستخدام وسائل مساعدة مثل الفورسيبس والفاكيوم، إجراء خزع الفرج الواقي، احتباس المشيمة واحتباس الأغشية أيضا عوامل مؤهبة مثل ما نعرف، أيضا المخدرات الإنشاقية هي أيضا وخاصة الهالوتان ممكن من المسببات للبي بي اتش، والعلاجات المضادة للتخثر. أنماط النزف ما بعد الولادة. أنماط النزف ما بعد الولادة تقسم بشكل عام والاختلاف الأسباب واختلاف الخطورة إلى primary postpartum hemorrhage وsecondary. primary هو الذي يحدث خلال أول 24 ساعة بعد الولادة، بينما secondary postpartum hemorrhage هو الذي يحدث من بعد 24 ساعة وحتى انتهاء فترة النفاس اللي هي فترة 6 أسابيع. طبعا لكي نستطيع أن نقدر كمية النزف ممكن أن نعد الشانات المبللة بالدماء، ممكن أن نقدر بالحدس السريري هذا الموضوع، ولكن الأفضل هو التقييم الموضوعي باستخدام البراس في تراب اللي هو عبارة عن كيس بالدم يحصل كل الدم الذي تنزفه المريضة، ويتم ربطه على خصر المريضة ويجمع كل الدم الخارج من المهبل، وبالتالي نستطيع أن نقيم كمية الدم بشكل موضوعي. لأن هذا تقييم كمية الدم بشكل موضوعي هو الذي سيصنف لنا درجات الصدمة في البي بي اتش، فإذا كانت المريضة خسرت حوالي 10 إلى 15% من الكتلة الدموية يعني حوالي اللتر، عادة يبقى الضغط الشرياني طبيعي ويحدث تسرع في ضربات القلب وتبقى المريضة معاوضة، بينما عندما تصل نسبة الخسارة بالكتلة الدموية إلى 25%، أي تنزف بحدود 1500 ميلي، ففي هذه الحالة يبدأ الضغط الشرياني بالهبوط، يستمر تسرع ضربات القلب، وتصنف هذه الصدمة على أنها خفيفة.
بينما عندما تصل كمية النزف لحدود بين 1500 إلى 2000 ميلي، يعني بحدود اللترين، المريضة خسرت حوالي 30% من الكتلة الدموية، فهذه الصدمة متوسطة الشدة. وهنا نبدأ بالقرع، ناقوس الخطر، يهبط الضغط الشرياني بشكل واضح ويحدث للمريضة شح بول. وفي حال عدم التدبير السريع ممكن بسرعة أن تنتقل إلى السيفير شوك في حال استمر النزف ووصل إلى حوالي 50% من الكتلة الدموية، ويحدث هبوط مهم للضغط الشرياني. وفي هذه الحالة يحدث انعدام للصبيب البولي وتدخل المريضة في الوهاط الوعائي. نستطيع أن نقيم بشكل آخر كمية النزف التي تخسره المريضة من خلال تقييم العلامات الحيوية. فمعدل نبض المريضة يبدأ بالتسرع فوق 100 عندما تخسر حوالي 30% من الكتلة الدموية، يعني حدود 1500 ميلي. ويصل هذا التسرع إلى أكثر من 140 في حال خسرت بحدود 40% من الكتلة الدموية. الضغط الشرياني يبقى طبيعيا في الدرجات الخفيفة والمتوسطة، ولكن يعني لحدود 30%، ولكن في حال تجاوز حجم الخسارة 30% يبدأ الضغط الشرياني بالهبوط، وهذا يلاحظ بعد خسارة أكثر من 1500 ميلي. معدل ضرب، معدل التنفس يزداد إلى حوالي أكثر من 30 بعد خسارة أكثر من 1500 ميلي. الصبيب البولي ينقص أقل من 30 في حالات أيضا النزف المتوسط، وقد يتوقف الصبيب البولي في حالات النزف الغزير الذي يتجاوز الترين. سنترال نيرفس سيستم أو الحالة العصبية بالنسبة للمريضة، ستدخل المريضة في حالات النزف الشديد بالتخليط الذهني وممكن الكوما. أيضا الجهاز الهضمي ليس بمنأى عن هذه التغيرات، حيث ينقص إرواء الأمعاء ويحدث توقف بالحركات الحوية للأمعاء أو في الدرجات أيضا الشديدة من الصدمة، وهنا يجب التداخل بشكل سريع جدا. إن المهم في التداخل خلال في البوست بارتوم هيموريج هو الجولدن اور. الجولدن اور از ذا فيرست اور، أولى الساعات هي أكثر أهمية في التدبير، لأن التأخر قد يحمل عواقب خطيرة على الأم، وفي حسب قاعدة الثلاثين. حسب قاعدة الثلاثين، عندما يهبط الضغط الشرياني 30 مليمتر بقي عن ما كان عليه، عندما يزداد معدل ضربات القلب أكثر من 30 ضربة في الدقيقة، يزداد معدل التنفس كذلك أكثر من 30، عندما ينقص الهيماتوكريت ب 30% عن قيمه السابقة، عندما يحدث نقص في الصبيب البولي أقل من 30 ملي خلال الساعة، فهي حتما المريضة تكون قد خسرت بما يعادل على الحد الأدنى 30% من الكتلة الدموية. وهنا نحن نقول، نحن حسب التصنيف السابق، نحن قد دخلنا في المودريت شوك، وممكن بسرعة أن تتطور إلى السيفير شوك. ما هي الأسباب التي تسبب نزف العطالة؟ نزف العطالة ممكن اختصار أسبابه بالفورتيز. أشيع وأكثر الأسباب هي ناجمة عن عطالة العضلة الرحمية. عطالة العضلة الرحمية مثل ما ذكرنا بوجود العوامل المؤهبة، حتى بدون وجود عوامل مؤهبة ممكن أن يحدث نزف عطالة. يجب أن نبدأ بالتداخل بشكل سريع، سواء كانت ولادة المريضة طبيعية أو قيصرية، بتطبيق المقبضات للعضلة الرحمية، الأكسيتوسين، الميتيل إرغوميتريل، البروستاجلاندين F2 ألفا، ويجب بعد ذلك في حال عدم التحسن أن ننتقل بسرعة حسب اللوغاريتمية
إلى التدبير الآخر، وهو ممكن أن نلجأ إلى فتح البطن الجراحي، نلجأ إلى ربط الشريان الحلق في الباطن، نلجأ إلى تصميم الأوعية الرحمية أو ربط الشريان الرحمي وتفاعله أيضا مع الشريان المبيضي. ممكن نلجأ إلى الكومبريشن سوتشرز، أو في النهاية ممكن أن يحصل استئصال رحم لإنقاذ حياة المريضة. الأسباب الأخرى من نزف العضلة هي التروما. التروما هي أسباب الرضيع، ممكن تكون ناجمة عن إجراء خزع فرج واقي، أو حدوث تمزقات أو أورام دموية في المهبل أو في عنق الرحم، وهي أيضا أكيد تحتاج إلى إصلاح جراحي فوري. انقلاب الرحم هو حالة جدا إسعافية ومهددة للحياة، ويجب التدخل السريع فيها. 10% من أسباب البي اتش هي ناجمة عن بقاء النسج. اختلالات التخثرية هي من الأسباب النادرة للبي بي اتش، وغالبا المريضة تكون في سوابقها قصة نزفية أو قد تكون مشخصة سابقا. التدبير في هذه الحالات يكون بتأمين عوامل التخثر اللازمة للمريضة قبل دخولها للولادة. في البي بي اتش نلجأ إلى هذه الألغوريثم هيموستيسيس. هيموستيسيس هي عبارة كل حرف منها هو اختصار لإجراء يجب أن نتبعه بشكل مرتب حسب هذه الخوارزمية. الاتش بداية، مثل ما كلنا نعرف أن البي بي اتش هو عبارة عن نزف صاعق بعد الولادة، غالبا يتجاوز 500 ميلي في الولادة الطبيعية، يتجاوز 1000 ميلي في الولادة القيصرية. فلا يستطيع أبدا الطبيب مهما كانت إمكانياته أن يدبر مريضة البي بي اتش لوحده، فالاتش مباشرة في البداية ask for help, anybody come to help. Axis for vital or blood loss لتقييم حالة النزف وتصنيف الصدمة مثل ما ذكرنا إلى moderate or severe. E establish etiology، سوف ننتقل في الإي إلى تشخيص أسباب البي بي اتش، اللي هي نبحث عن الفور تيز، بداية التون والتروما والتشو والأسباب التخثرية. نطبق مقبضات الرحم بشكل فوري، نتأكد من جهوزية الدم ونؤمن دم، ممكن أن نبدأ بنقل الدم بدون تصالب حتى في الحالات الإسعافية الشديدة. الأم نقوم بتمسيد الرحم لتحريضه ميكانيكيا على الانقباض. الأو الأوكسيتوسين إنفيوجن أو بروستاغلاندينز في حال عدم التحسن وفشل هذه التدابير الطبية العلاجية أو الدوائية التي ذكرناها سابقا، ننتقل مباشرة shift to operating room مع إجراء ضغط باليدين bimanual compression ووضع البانتس الضاغطة على أطراف المريضة مثل ما هو موضح في الصورة هنا. هذه البانتس الضاغطة على الأطراف السفلية للمريضة لنزح الدم من الأطراف السفلية للأجزاء المركزية. التيشو والتروما يجب أن يتم نفيها، نتأكد من عدم وجود أي بقاء للنسج داخل الرحم أو أي رد في السبيل التناسلي، ومن ثم إلى الـ A apply compression sutures، وهو موضوع محاضرتنا اليوم بأشكالها المختلفة. في حال ممكن أن تجرى هذا الإجراء لوحده أو بالمشاركة مع الديفاسكولاريزيشن، مع إجراء التصميم للشريان الرحمي في الجهتين، أو ربط الانترنال إلياك أرتريز أو ربط اليوترين أرتريز. ممكن أن يكون هذا أيضا التداخل بواسطة الانترفنشن راديولوجي. وفي حالات النهائية وفي حال فشل كل ما سبق، نلجأ إلى استئصال الرحم إما سبتوتال أو توتال هيستريكتوم. تراين كومبريشن سوتشرز، طبعا هناك العديد من الأشكال الموصوفة لإجراء قطب الضاغطة للرحم. هناك ما يزيد عن 30 يعني تكنيك موصوف لتدبير
البي بي اتش بواسطة اليوترين كومبريشن سوتشرز. بداية، ماذا يعني اليوترين كومبريشن سوتشرز؟ هي عبارة عن قطب تطبق على الرحم بشكل خارجي، لها العديد مثل ما ذكرنا من الأنماط، ممكن أن تطبق على القطعة العلوية أو على القطعة السفلية أو القطعة العلوية والسفلية معا على حسب مصدر النزف. إذا كان عطالة نطبقه على جسم الرحم، إذا كان بسبب بلاسينتا بريفيا يجب أن يطبق على القطعة السفلية للرحم، أو هو كإجراء مشابه لإجراء الضغط اليدوي. فعندما يستجيب الرحم أو يتوقف النزف على ضغط الرحم يدويا، عندئذ سنتوقع بأن إجراء الكومبريشن سوتشرز سيكون مفيدا للمريضة. طبعا وجود هذه القطب الضاغطة تحفز العضلة الرحمية على الانقباض وتزيد من تقلص العضلة الرحمية، وبالتالي توقف النزف من مكان المشيمة. هو استطبابات الكومبريشن سوتشرز، هناك العديد من الاستطبابات سواء كانت العلاجية أو حتى البروفيلاكتيك. الاستطبابات العلاجية هي الأتونيك اللي هي البوست بارتم هيموريج الناجم عن العطالة الرحمية والتي ذكرنا أنه تشكل معظم الأسباب، البلاسينتا بريفيا، أيضا التوضع أو الشذوذ في المشيمة مثل الأكريتا والإنكريتا والبركريتا، ممكن أن يطبق في حالات النزف الناجم عن الاعتلالات التخثرية كوسيلة لإيقاف أو تقليل كمية النزف الحاصل من الرحم، ليس ما يتم تعويض عوامل التخثر الناقصة. أيضا في حالات انقلاب الرحم المزمن والتي يفشل فيها رد الرحم ويعود للانقلاب، كلما رددنا الرحم يعود للانقلاب، فممكن في هذه الحالة أن نطبق هذه الكومبريشن سوتشرز من أجل تدبير الانقلاب أو كرونيك يوترين انفيرجن، الانقلاب المزمن. أيضا مثل ما ذكرنا ممكن أن يطبق القطب الضاغطة عند السيدات عاليات الخطورة لحدوث البي بي اتش كإجراء وقائي، وخاصة عند عديدات الولادة أو في حال الشك بوجود أكريتا واستمرار النزف من مكان توضع المشيمة. أيضا ممكن أن يطبق الكومبريشن سوتشرز إما كإجراء لوحده أو بالمشاركة مع وضع بالون داخل جوف الرحم، وهي نيلسون بروسيجرز وستتكلم عليها أيضا لاحقا. في اليوم يوما أيضا ممكن أن نقوم بإجراء هذه القطب الضيات الرحمية الناجمة عن إنهاءات الحمل في السكند ترايمستر. كيف نستطيع أن نتأكد من فعالية الكومبريشن سوتشرز؟ هناك عدد من التوصيات يجب أن نطبقها قبل إجراء الكومبريشن سوتشرز على الرحم. بداية يجب أن تكون وضعية المريضة مثل ما هو موصوف في الشكل، سيمي ليثيوتومي بوزيشن، مرفوعة الساقين، ويكون الأسيستنت قادرا على سبر المهبل والتأكد من وتنظيف المهبل ورؤية النزف القادم من الرحم. نقوم بإجراء ضغط للرحم بيدوي باي مانوال كومبريشن للرحم باتجاه عنق الرحم، ففي حال توقف النزف عندئذ سيكون هذا مؤشرا لنجاح الكومبريشن سوتشرز على الرحم. هي الابر المستخدمه في اجراء الكومبريشن سوتشرز، هي الابر ممكن ان تكون مدوره بقياس يجب ان تكون كبيره، او ممكن ان تكون مستقيمه، والخيوط يجب أن تكون absorbable قابلة للامتصاص. لم تعد تطبق إجراء هذه القطب بخيوط unabsorbable، يجب أن تكون الخيوط قابلة للامتصاص. نتيجة لعدم توفر الإبر بأحجامها اللازمة لإجراء الكومبريشن سوتشر لدينا، فلقد ابتكرت هذه الطريقة. جلبت خيط النايلون بإبرته المستقيمة، وخيط الفايكريل بإبرته المنحنية، ممكن خيط الفايكريل أو خيط المونوكريل بقياس واحد أو اثنين. ربطت نهاية خيط النايلون مع نهاية خيط الفايكريل
بثلاثة عقد من النهاية، وبذلك أقوم بإدخال إبرة خيط النايلون في السماكة العضلية الكبيرة، وأسحب بعد إدخال الإبرة أسحب خيط الفايكريل، وبالتالي يكون خيط الفايكريل هو التي تنجز به القطبة في المرحلة النهائية، وخاصة بأن القطب بالأحجام أو الإبر بالأحجام الكبيرة لإجراء الكومبريشن سوتشر غير متوفرة لدينا، فلذلك استفدت من طول إبرة خيط النايلون للتمكن من دخول في السماكة العضلية الكبيرة، وخاصة في حالات الأتوني عند الحاجة للدخول في سماكة العضلة الرحمية على مستوى القطعة العلوية للرحم، سماكة كبيرة، وقد هذا لا يكفي الإبرة المنحنية مهما قمنا بفردها أو جعلها مستقيمة، من أن تستطيع الدخول في هذه السماكة، وقد أيضا تسبب ردا كبيرا على العضلة الرحمية. وهناك وسوف يتم عرض فيديو تفصيلي لهذا الإجراء، وهو إجراء يحافظ على الرحم، طبعا يطبق بعد مثل ما ذكرنا حسب الخوارزمية السابقة، يطبق بعد فشل التدابير الدوائية في إيقاف هذا النزف، ممكن أن يطبق في حالات القيصرية والبلاسينتا بريفيا، ممكن أن يطبق أيضا في حالات بعد يعني عندما يكون البطن مفتوحا، ممكن أن يطبق أيضا في حالات النزوف التي تتلو الفاجينال ديليفري، عندها نقوم بفتح البطن وإجراء هذه القطب. ممكن أن يكون هذا الكومبريشن سوتشرز ممكن إجراءه لوحده أو بالمشاركة مع ربط الأوعية، وممكن أيضا بالمشاركة مع وضع بالون داخل جوف الرحم وهو ما يسمى اليوترين ساندويتش، أيضا سوف نذكر هذا التكنيك لاحقا. ومثل ما ذكرنا ممكن أن يكون لوحده كافيا لإيقاف النزف أو بالمشاركة مع ربط الأوعية أو وضع بالون داخل جوف الرحم. ما هي أنماط الكومبريشن سوتشرز؟ هناك العديد من التكنيكات الجراحية الموصوفة لإجراء القطب الضاغطة على الرحم، منها ما يكون vertical بشكل طولي، منها ما يكون بشكل square، منها ما يكون بشكل معترض، منها ما يكون بشكل حرف اليو أو بشكل الـ8 suture. كل هذه التكنيكات الجراحية الموصوفة تقريبا تحقق نفس المؤدى بأنها تطبق ضغط على الرحم لإيقاف النزف، سواء كان ناجم عن نزف العطالة أو النزف من موضع المشيمة وخاصة في البلاسينتا بريفيا. كل هذه الإجراءات تحافظ على الدورات لاحقا وتحافظ على الخصوبة. يمكن تطبيق اليوترين بريس سوتشر مع في حال كان جوف الرحم مفتوح، في حالات يعني عقب تعقب القيصرية مثل البي لينش والنيلسون والبي هيل، وممكن أن إجراء دون فتح جوف الرحم مع with transfixation or without transfixation، وسنذكر بعجالة أهم هذه التكنيكات الموصوفة للكومبريشن سوتشر. بداية بي لينش سوتشر الذي ابتكر هذه الطريقة هو الجراح كريستوفر بي لينش بال97، قام بإجراء هذه القطبة على 5 حالات ونشرت في بريتش جورنال في ال97، ثم لاحقا أصبحت كتوصية من الـ ACOG بال2006 بإجراء هذه القطب لحالات الأتوني. كيفية إجراء قطبة بي لينش؟ بي لينش طبعا يجب أن تجرى عقب القيصري، يعني يكون جوف الرحم بداية مفتوح.
وضعية المريضة مثل ما ذكرنا مع رفع الساقين، المساعد يقوم برؤية النزف القادم من عنق الرحم، ونطبق الضغط البايمانيوال على اليوترس باتجاه السيرفكس. إذا توقف النزف عندئذ يكون هذا الإجراء مفيدا. نبدأ بالدخول بثلاثة سنتي تحت الحافة السفلية للقيصرية، الخروج بالإبرة يكون أعلى الحافة العلوية لشق القيصرية بثلاثة سنتي. مكان الدخول يجب أن يبعد عن خاصرة الرحم بحدود الأربعة سنتي. يتم سحب الخيط أيضا فوق قعر الرحم، ومن ثم على الوجه الخلفي للرحم. ندخل بمكان مناظر لمكان الدخول على الوجه الأمامي، ويكون قريبا من الرباط الرحمي العجزي، يفضل أن يكون قريبا من مكان توضع الرباط الرحمي العجزي. نخرج من مكان أيضا يبعد أيضا 4 سنتي تقريبا عن حافة الرحم. أيضا نعود إلى الوجه الأمامي للرحم، ثم ندخل فوق الحافة العلوية لجرح القيصرية بثلاثة سنتي. نخرج تحت الحافة السفلية لجرح القيصرية بثلاثة سنتي، وأيضا نتحرى بأن نكون بعيدين عن خاصرة الرحم بحدود 4 سنتي. ويتم ربط هذا الخيط وخيط واحد المستخدم في بيلينش على أسفل جرح القيصرية. هذا هو التكنيك الموصوف. إذا الدخول من أسفل الجرح إلى أعلى الجرح، الالتفاف حول قعر الرحم، الدخول بمكان مناظر على الوجه الخلفي للرحم، الخروج أيضا بمكان يبعد 4 سنتي عن خاصرة الرحم. الدخول على الوجه الخلفي يجب أن يكون قريب من الرباط الرحمي العجزي. الدخول مثل ما ذكرنا، نخرج بالقطبة من الوجه الخلفي، نعود بالالتفاف على قعر الرحم، ندخل من الوجه الحافة أعلى شق القيصرية بحدود 3 سنتي، نخرج أسفل شق القيصرية بحدود 3 سنتي، ويتم الربط أسفل جرح القيصرية مع المساعد. يقوم بضغط الرحم لإجراء تصغير لحجم جوف الرحم. إذن هذا البيلينش هي أول التكنيكات الموصوفة بالكومبريشن سوتشر. أيضا هناك بعض القطب أيضا الضاغطة الموصوفة هي الشو، هي عبارة عن 4 من القطب اللي هي بشكل سكوير، وخاص ممكن أن يتم إجراءها في المكان النازف من الوجه الأمامي إلى الوجه الخلفي. أيضا الهايمان هي عبارة عن 2 vertical suture، ممكن أنه تطبق كل واحدة منها بخيط. ندخل من الوجه الأمامي إلى الوجه الخلفي، ويتم الربط على مستوى قعر الرحم. أيضا الدخول بالقطبة الثانية من الوجه الأمامي إلى الوجه الخلفي، وأيضا الربط على مستوى قعر الرحم، وممكن أن تضاف قطبة بشكل معترض على مستوى مضيق الرحم، وخاصة في حالات البلاسينتا بريفيا. كريرا هي عبارة عن قطب متعددة تطبق بشكل طولي أو ممكن مشاركتها مع قطب بشكل معترض. ميزت هذه القطب بأنها تشمل المصلية والعضلية دون الدخول إلى داخل جوف الرحم. أشرمان اللي ممكن أنه تكون ناجمة عن دخول هذه القطب إلى داخل جوف الرحم. كوابا هي عبارة عن 4 قطب معترضة على الرحم. توضع القطبة الأولى أسفل شق القيصرية، القطبة الثانية أعلى شق القيصرية، مع وضع قطبتين أيضا على مستوى قرني الرحم تحت مكان دخول البوق إلى الرحم أو الفالوبيان تيوب إلى اليوترس. الهكثل هي عبارة عن 16 قطبة معترضة بس بتكون متفرقة، أيضا توضع في وخاصة في المكان النازف من سواء كان القطعة العلوية أو القطعة السفلية. البي هيل هي عبارة عن
تعديل لبي لينش، ولكن يستخدم في هذه الحالة خيطين وليس خيط واحد. إذا يتم الدخول من الأمام إلى الخلف، وأيضا الدخول بالخيط الثاني، مثلا الدخول بالخيط الأيسر مثلا من هذا المكان، وترك النهايتين، نهاية أمامية ونهاية خلفية، أخذ خيط ثاني والدخول من الحافة اليمنى، أيضا ترك النهاية الأمامية والنهاية الخلفية، ومن ثم ربط نهايتي الخيطين على الوجه الأمامي أو على الوجه الخلفي. من التكنيكات الموصوفة والتي أيضا أثبتت فائدتها هي النيلسون أوبريشن، واللي هي اليوترين ساندويتش تكنيك. وفي هذا الإجراء تكون بعد إجراء تطبيق بي لينش على الرحم مع استمرار حدوث النزف التناسلي، وفي حال الرغبة بالمحافظة على الرحم يمكن مشاركة قطبة بي لينش مع إجراء ومع وضع بالون داخل جوف الرحم يتسع لحوالي 500 ميلي، ممكن بالون بكري. هذا البالون يطبق ضغط داخلي على جوف الرحم مع القطب بي لينش. إذا تطبق بي لينش، إن معدل النجاح بالنسبة للكومبريشن سوتشر في تختلف حسب الحالات. في حالات العطالة الرحمية تصل نسبة الفائدة من الكومبريشن سوتشر إلى حوالي 85%، في حالات البلاسينتا بريفيا تصل إلى 80%، ولكن في حالات اللي ممكن أنه يكون فيها أكريتا والدرجات الأخرى تصل نسبة النجاح إلى فقط 40%. هل يجب متابعة المريضة بعد إجراء الكومبريشن سوتشر؟ أكيد البوست نيتال فولو أب جدا مهم في الكومبريشن سوتشر، ويجب أن يكون بتوارد أكثر وبتواتر أكثر من أي مريضة لم يطبق لها هذه القطب. يجب بداية أن نراقب العلامات الحيوية للمريضة وخاصة الحرارة خلال أول أسبوعين بعد الولادة، مراقبة العلامات الحيوية، الضغط، النبض، الحرارة، وذلك لكشف حالات تقيح باطن الرحم اللي ممكن أنه تحدث كاختلاط للكومبريشن سوتشر. طبعا الخيوط المستخدمة في الكومبريشن سوتشر هي عبارة عن أبسوربابل، فأكيد ما عاد في المخاوف اللي كانت سابقا من الأن أبسوربابل سوتشر. يوجد توصية لإجراء إيكو بعد إجراء الكومبريشن سوتشر، ولكن كل المرضى الذين أجريت لهم كومبريشن سوتشر كلهم قمت بمتابعتهم بإجراء الإيكو وبشكل متكرر حتى انتهاء فترة النفاس، يعني حتى فترة 6 أسابيع، لنتأكد من عدم حدوث أي اختلاط للكومبريشن سوتشر على الرحم. اختلاطات المتوقع حدوثها خلال إجراء أو ما بعد إجراء الكومبريشن سوتشر، بداية عن الأشرمان سيندروم، ممكن أن يحدث نتيجة تشكل ديد سبيس في داخل اليوترين كافيتي أو نتيجة حدوث النخر على مستوى الإندوميتريال. لذلك بعض التكنيكات مثل ما ذكرت سابقا الموصوفة بأنها تدخل القطب تكون على مستوى المصلية وعلى مستوى عضلية الرحم دون الوصول إلى بطانة الإندوميتريال أو بطانة الرحم. نتيجة أيضا لتشكل هذا الديد سبيس في الرحم ممكن أن يحدث تشكل الهيماتوميتريا، تراكم الدم داخل جوف الرحم، وهذا موصوف في قطب بي لينش وفي قطب الشو سوتشر. أيضا نتيجة وجود وبقاء هذا الدم المحتبس داخل جوف الرحم ممكن أن يحدث تقيح عليه ودخول أو حدوث الإنتان أو البيومتريا، وخاصة في حالات التي تنغلق فيها قناة العنق في حالات تطبيق القطب المعترضة على مستوى القطعة السفلية. أيضا ممكن أن يحدث
نخر جزئي أو نكروزز في سماء في عضلية الرحم، وخاصة في هذا موصوف في القطب الفيرتيكال. الفيرتيكال سوتشر القطب الطولية مثل بيلينش أو الهايمان تكنيك، هذه تسبب إغلاقا للأركويت بلود فيسل، وهذا يسبب نقص، لأن هذا الأركويت بلود فيسل تسير بشكل معترض، فعند إغلاقها بهذه القطب الطولية أو الفيرتيكال سوتشر هذا يؤدي إلى حدوث نخر في العضلة الرحمية، وهذا موصوف كما هو واضح في هذا الشكل بعد 24 ساعة من تطبيق قطب بيلينش. أيضا كانت هناك بعض الاختلاطات الناجمة عن النون أبسوربابل السوتشر، وطبعا هذه لم تعد تستخدم حاليا. النون أبسوربابل سوتشر بعد حدوث انتمار العضلة الرحمية وبعد رجوع العضلة الرحمية إلى الحوض وحدوث الانتمار أو الانفولد إلى اليوترس، هذه القطب سوف تبقى موجودة في الحوض، وقد تسبب حدوث اختلاط، على ممكن أن تسبب البول أوبستراكشن، ممكن أن تسبب أذية لبعض أعضاء الحوض، لذلك لم تعد هذه القطب تستخدم. أيضا ذكرت بعض الحالات من حدوث تمزقات للرحم بعد إجراء قطب وخاصة هايمن، ممكن أو القطب الفيرتيكال، مثل ما ذكرنا آلية نقص الإرواء التي تحصل بنتيجة شد هذه القطب بشكل كبير، ممكن أن تسبب نقص الإرواء، ممكن يسبب نخر موضعي أو جزئي في العضلة الرحمية، وهذا قد يسبب تمزق رحم في حمل لاحق، وهناك حالة سريرية موصوفة لحدوث تمزق رحم عند مريضة أجري في سوابقها إجراء هذه الكومبريشن سوتشر للبي بي اتش. يجب أن يتم تطبيق قطب أو الكومبريشن سوتشر بسرعة وبالجولدن أور التي ذكرناها في تدبير البي بي اتش، إن أحسن وأفضل النتائج لوحظت عند تطبيقها في الساعات الأولى بعد الولادة، لأن التأخر بإجراء هذه القطب بعد 6 ساعات يترافق مع نسبة فشل كبيرة، وقد هذا نسبة الفشل قد تؤدي أو توصل المريضة إلى الهيستريكتومي. تمت مراجعة سيستماتيك ريفيو في 2013 لسيدات تم لديهن إجراء تدابير المحافظة على الرحم لتدبير البي بي اتش، مثل امبولايزيشن لأوعية الحوض أو إجراء ديفاسكولاريزيشن أو إجراء اليوترين كومبريشن سوتشر. تمت متابعة هذه السيدات بالنسبة للدورات التنصية، بالنسبة للخصوبة اللاحقة بعد هذه الإجراءات، لوحظ بأن الإجراءات المحافظة على الرحم بالإجمال لا تؤثر، لا تختلف في تأثيرها على الدورة التنصية وعلى الخصوبة لاحقا في عند معظم السيدات، وبالتالي هذا الإجراء يحافظ على الخصوبة ويحافظ على الدورة التنصية لاحقا عند السيدات. سأعرض هنا حالة لمريضة حدث لديها نزف عطالة بعد إجراء القيصرية. تم تطبيق في هذه المريضة قطبة هايمان بتكنيك هايمان في الماترنتي هوسبيتال في دمشق يونيفرسيتي. في هذه مثل ما هو ملاحظ، دخلت بقطبة بالإبرة خيط النايلون من الوجه الأمامي إلى الوجه الخلفي، وذلك بعد ربط نهاية خيط النايلون مع خيط نهاية خيط الفايكريل، ومن ثم الدخول من الوجه الخلفي إلى الوجه الأمامي. هذه القطبة أجريت على مستوى القطعة السفلية للرحم، تم إجراء العقدة على مستوى الوجه الأمامي
الوجه الأمامي للرحم أسفل مكان الجرح، وأيضا تم تطبيق خطبي الفيرتيكال أيضا من الوجه الأمامي للرحم إلى الوجه الخلفي للرحم، وتم إجراء العقد على مستوى قعر الرحم بخيط مستقل عن الخيط الأول. إذن لكي نستطيع الدخول في هذه السماكة العضلية الكبيرة، مثل ما هو ملاحظ سماكة العضلة تقارب حوالي 10 سنتي الوجه الأمامي والوجه الخلفي، فلا نستطيع الدخول بالإبرة العادية مهما حاولنا جعل الإبرة المنحنية مستقيمة، بينما الدخول مثل ما هو ملاحظ بالإبرة خيط النايلون بسيطة وسهل جدا من الأمام إلى الخلف، تمرير خيط النايلون ونسحب معه العقدة أيضا لينسحب معنا خيط الفايكريل، تم قص إبرة الفايكريل ومن ثم الربط أيضا على مستوى قعر الرحم بعد ضغط المساعد على عضلة الرحم لإجراء الكومبريشن المطلوب. إذن بهذا التكنيك قطبة على مستوى القسم السفلي على القطعة السفلية هنا، وأيضا قطبتين على مستوى جسم الرحم للتأكد من عدم وجود نزف. وهذا التكنيك تمت متابعة المريضة لاحقا لمدة مثل ما ذكرت 6 أسابيع بعد الولادة، وكانت هذه حالة أيضا تم إجراءها في دار التوليد الجامعي، حالة مريضة إنكريتا، مثل ما هو ملاحظ لا يوجد إلا مصلية الرحم التي تفصلنا عن المشيمة عند فتح جوف البطن. قمنا في هذه العملية بإجراء استئصال للجزء المندخل من المشيمة، استئصال جزء الرحم الذي حدث فيه الاندخال، ومن ثم إعادة خياطة الرحم مع إجراء هذه الخطب على مستوى القطعة السفلية، وطبعا التأكد من أن هذه الخطب لا تسبب إغلاقا رحم، التأكد من أن هذه الخطب لمريضة تعاني من نزف عضالي بعد إجراء القيصرية. إذن الهايمن هذه القطب التي طبقت بعد عادة طبيعية بدون أن يكون هناك ندبة عام أو بدون أن يكون هناك جوف رحم مفتوح، مثل ما ذكرنا الدخول من الوجه الأمامي إلى الوجه الخلفي وإجراء العقدة على مستوى قعر الرحم بخيط أول وأيضا بخيط آخر. هذه حالة لمريضة جاءت ب ابرابتشو بلاسينتا مع موت لمحصول الحمل، وعند اجراء الجراحة تبين الرحم بهذا المظهر هو رحم كوفلير، رحم كوفلير، وكانت أيضا تعاني من نزف شديد مع رحم كوفلير، فقمت بإجراء هذه القطب المعترضة على مستوى القطعة العلوية للرحم وتوقف النزف ولله الحمد، وتمت متابعة السيدة وأيضا لم يحصل لديها أي اختلاط. إذن هذا التكنيك ضم الذي ذكر بال2007 مثل ما ذكرت، اللي هي عبارة عن أكثر من قطبة، ممكن أن تكون الفيرتيكال بشكل معترض، ممكن أن تكون تحت جرح القيصرية، فوق جرح القيصرية، أو على جنب بليك تحت مكان دخول البقين. هذه حالة أيضا لمريضة كانت لديها أورام ليفية متعددة مع ارتكاز مركزي للمشيمة، تم إجراء القيصرية وتم وضع قطبتين معترضتين على مستوى القطعة السفلية في مكان البلاسينتا بريفيا. هذه حالة أيضا لمريضة سوابق 3 قيصريات مع وجود كومبليت بلاستنتا بريفيا،
ارتكاز مشيمة مركزي، تم استخراج المشيمة مع وجود نزف في مكان المشيمة، تم إجراء هذه قطبتين بشكل معترض على مستوى القطعة السفلية للرحم، وهنا قبل إغلاق جوف الرحم تم التأكد من أن هذه القطب لا تغلق، لا تغلق هذه القناة بشكل كامل، لأن حدوث انغلاق لهذه القناة أو تطبيق الشد كثيرا على في هذا المكان ممكن أن يسبب تراكم الدم وتشكل الورم دموي داخل الرحم، ممكن أن يحدث تقيح رحم أيضا لاحقا. لذلك يجب التأكد قبل إغلاق جوف الرحم من النفوذية في هذا المكان. إذا كملخص لما تم ذكره بالنسبة للكمبريشن سوتشر، إن هذا الإجراء هو إجراء سهل وإجراء فعال، يحافظ على الحياة إذا أجري في الوقت المناسب، يحافظ على الرحم وتعود الدورات طبيعية للمريضة بعده، وأيضا يحافظ على الخصوبة وهو الأهم، لأن طبعا هذا ما نستطيع أن نقوم به عند المريضات مثل ما ذكرنا في حالات البي بي اتش ناجمة عن الأتوني وحالات البلاسينتا بريفيا. ولكن في حالات عندما تكون المشيمة مندخلة بشكل إنكريتا أو بيركريتا لا يكون هناك منجا من إجراء استئصال الرحم، كما هو موضح بعض حالات أيضا التي أجريتها في دار التوليد الجامعي بدمشق، حالات لاستئصال رحم ولادي عقب بيركريتا عقب إنكريتا، بؤرية بأكثر من مكان من الرحم وليست كاملة. وأيضا هنا يعني شيء مميز لهذه الحالة، وهذه الحالة إن شاء الله سيتم نشرها قريبا، هي حالة لإنكريتا لمريضة حامل ب 25 أسبوع حملي فقط، وحدث كانت المريضة سيفير بري إكلامسيا سيفير اي جي ار و انتريتورال فيتال ديث مع بلاسينتا كومبليت بلاسينتا بريفيا مع وجود انكريتا. اشكر لكم حسن استماعكم، واتمنى ان اكون في هذه المحاضره قد اضاءت على هذا التكنيك المهم، وانا ساكون جاهزه معكم لتلقي اسئلتكم واستفساراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.